بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اختار من النساء أربعا آسية ومريم وخديجة وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين في حديثنا هذا ان شاء الله سنسلط الاضواء على قدسيه وعظمه امراه شريفه وعفيفه ونبيله ومجاهده ومناضله قدمت الكثير الكثير من اجل نعم استقامه هذا الدين وبقائه وامتداده الى هذا اليوم وهي السيده العظيمه خديجه صلوات الله وسلامه عليها. وفي الواقع أرى من المناسب قبل أن أتحدث عن قدسية وإنجازات وفضائل هذه المرأة الطاهرة العظيمة، أرى من المناسب أن أقدم مقدمة قصيرة لعلها تكون نافعة إن شاء الله ومثرية أيضا للبحث إن شاء الله تعالى. أقول لما ننظر إلى الحضارات والثقافات الغابرة نستنبط من خلال النظر الى ذلك الواقع ان المراه كانت حقيره وذليله في تلك المجتمعات. والنظره اليها كانت نظره سلبيه للغايه. وانا اذكر بعض الشواهد بشكل سريع حتى المعنى يكون واضحا ان شاء الله للمشاهد الكريم. كمثال اقول في تلك المجتمعات الغابره النظره الى المراه كانت هكذا. اولا كانوا يعتقدون بأن المرأة بهيمة والعياذ بالله ولا تستحق الحياة وإنما حياتها بالتبعية للرجل يعني يقولون إذا الله عز وجل ما كان يخلق المرأة ما كان يخلق الرجل فالمرأة هالشكل وحدة ما تستحق الحياة وكنموذج أقول أيضا اليوم في واقعنا مع الأسف الشديد المعاصر هذه الظاهرة موجودة في بعض الثقافات كالثقافه الهنديه في بعض البلاد الهنديه الى اليوم اذا مات الرجل نعم يجيبون المراه ويربطوها بالحبل مع الرجل ويحرقونها بالنار، لماذا؟ لانهم يقولون بان المراه بشكل مستقل لا تستحق الحياه وانما حياتها بالتبعيه للرجل. ثانيا التاريخ يحدثنا بان المراه في يوم من الايام كانت تذبح في زمن المجاعه. تذبح في زمن المجاعه لانهم يقولون بانها لا تستحق الحياه فالمراه لازم تذبح ولحمها يؤكل من قبل الرجال حتى الرجال يعيشون. ثالثا البعض كان يعتقد بان المراه سلعه تباع وتشترى. لأن ما لها قيمة عند الرجل ما لها قيمة في تلك المجتمعات فكانت تباع وتشترى والمرأة في زمان الجاهلية نعم كانت من جملة الموروثات كان الولد يرث نعم من أبيه زوجة أبيه أيضا فكان يأخذها زوجة لنفسه أو جارية أو يستبدلها بامرأة أو يبيعها في سوق العبيد هكذا كانت نظرة المجتمع في الازمنه الغابره الى المراه. كنت اقرا في نعم تقرير، كنت اشوف انه في تلك المجتمعات بعض الرجال يعتقدون بان المراه هي بهيمه في الاصل وخلقت بصوره بشر، خلقت بصوره انسان لتكون في خدمه الرجل. والبعض الاخر كان يعتقد بان عنصر وجنس وجوهر الرجل يختلف عن عنصر المراه. كانوا يقولون بأن المرأة نعم خلقت من الرجس خلقت من النجاسة وخلقها إله الشر والرجل خلق من عنصر مكرم وقد خلقه إله الخير طبعا إجا الإسلام وضرب كل هذه المعتقدات وكل هذه الأباطيل وكل هذه النظريات المنحرفة عن الصحة والصواب إجا الإسلام وأعطى صورة أخرى في الواقع عن المراه وبين بان المراه لها دور عظيم والمجتمع الذي يضع حاجزا بينه وبين دور وعطاء المراه مثل هذا المجتمع مجتمع فاشل المراه ايضا بامكانها ان تكون مناضله ومجاهده وان تعطي الكثير الكثير من اجل ثبات الدين. نعم المراه لا تمسك السيف ولكن المراه بامكانها ان تجاهد في سبيل الله عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بواسطه الكلمه. المراه نعم على مر التاريخ البشري وكذلك في تاريخنا الاسلامي لعبت دورا كبيرا. نحن عندنا نساء كالسيده زينب سلام الله عليها. وقبل السيدة زينب أمها فاطمة روحي لها الفداء عندنا نساء عظيمات لعبن دورا بارزا وكبيرا وهذا تاريخنا الإسلامي والعربي حافل بهذه النماذج العظيمة في الواقع وكذلك تاريخنا البشري القرآن الكريم حتى يبين بأن المرأة نعم ليست سلعة تباع وتشترى والمرأة نعم ما خلقت من عنصر يختلف عن عنصر الرجل، الإسلام أجا نعم في الواقع أعطى صورة جديدة وتحدث عن هذا الموضوع بكل وضوح وهذا القرآن الكريم وهذه الروايات بين أيدينا وأنا أذكر بعض الأمور بشكل سريع حتى أدخل في الحديث عن هذه السيدة العظيمة السيدة خديجة صلوات الله عليها ولكن أرجع وأكرر بأن الالتفات إلى هذه المقدمة ضرورية لأنها ترتبط بحديثنا عن السيدة خديجة سلام الله عليها القرآن الكريم أجبيا قال إن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اذا الله عز وجل يبين من خلال القران الكريم بان لا يوجد هناك فرق بين الرجل والمراه وانما كلاهما من عنصر واحد وبوضوح اكثر في مورد اخر القران الكريم يبين هذا المعنى يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يعني خلقكم من ادم عليه السلام. خلقكم من نفس واحده وخلق منها اي من ادم عليه السلام من طينه ادم وخلق منها زوجها يعني خلق حواء من الطينه من بقايا الطينه التي خلق منها ادم عليه السلام. وخلق أو وبث منهما أي أوجد وأخرج منهما من آدم وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فالله عز وجل بوضوح يبين من خلال القرآن الكريم بأن الرجل والمرأة كلاهما قد خلقا من عنصر واحد وجوهر واحد وهو التراب نعم القرآن الكريم يقول منها خلقناكم يعني من التراب من الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. اذا الروايات وكذلك الايات في هذا المجال جدا كثيره وهي تبين بان المراه حكمها حكم الرجل وجوهر المراه من جوهر الرجل وكلاهما مسؤولان امام الله سبحانه وتعالى وكلاهما لهما دوران عظيمان يعني المراه لها دور والرجل له دور ولا يمكن للمجتمع أن يستغني عن دور الرجل كما لا يمكن له أن يستغني عن دور المرأة فأي تعطيل لدور الرجل أو لدور المرأة يصير اختلال في الموازين وعندئذ الحياة تتغير في الواقع وهذا نعم القرآن الكريم بيّن بوضوح وكذلك روايات أهل البيت أنا الآن قبل ما أسلط الأضواء على حياة هذه المرأة العظيمة والطاهرة أذكر فقط كنموذج باعتبار في الحديث الذي ابتدأت به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيّن لنا بأن الله عز وجل اختار واصطفى من النساء أربعا فقبل ما يذكر السيدة خديجة سلام الله عليها ذكر السيدة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون الظالم الدكتاتور الذي قال أنا ربكم الأعلى وذكر مريم بنت عمران تلك المراه الطاهره القديسه المباركه صلوات الله عليهم جميعا في الواقع. انا بين قوسين باعتبار حديثي عن هذا الجانب انه كيف الاسلام عظم المراه وتحدث عن قدسيه المراه وان المراه لها دور وبامكانها ان تكون مجاهده ومناضله ومنجزه ومنتجه ايضا في المجتمع. وتقدر تغير في الواقع واقع المجتمع وتغير حركه التاريخ ايضا المراه شوفوا القران الكريم يبين هذا المعنى الله عز وجل في القران يصطفي من الرجال هناك رجال الله عز وجل اصطفاهم واختارهم ان الله اصطفى بصريح العباره الله عز وجل يقول ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين فالله يصطفي من الرجال هناك جماعه هناك صفوه طاهره الله اختارها نعم لتكون حجه الله على البشريه يعني الله يحتج بهؤلاء الرجال على البشريه في يوم القيامه وهم كافه الانبياء والاوصياء وائمه اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. شوفوا المعنى الدقيق، الله عز وجل حتى يبين قدسية المرأة يقول مثل ما احنا اختارينا من الرجال أيضا في الطرف الآخر، احنا أيضا اصطفينا واخترنا من النساء ليكونن الحجة على كل البشرية وين في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولهذا كنموذج أقول الله في القرآن الكريم يقول يا مريم إن الله اصطفاكِ. فعملية الاصطفاء كما هناك اصطفاء للرجال هناك اصطفاء ايضا للنساء والنبي الاعظم صلى الله عليه واله يقول ان الله اختار يعني اصطفى واجتبى من النساء كما اجتبى واصطفى واختار من الرجال. من هم اللي الله عز وجل اصطفاهم واختارهم النبي الاعظم يقدم اولا يقول اسيه. آسيه لماذا الله عز وجل اصطفاها؟ اصطفاها لموقفها العظيم. هذه المراه العظيمه قامت بدور آلاف من الرجال في ذلك اليوم، في الواقع ضعفوا ووهنوا من ان يقوموا بهذا الدور العظيم الذي قامت به امراه شريفه ونبيله ومناضله ومجاهده في سبيل الله تعالى. آسيا بنت مزاحم امرأة ولكن لاحظوا الموقف العظيم الذي وقفته هذه المرأة الطاهرة امرأة تعيش في بيت أكبر ديكتاتور عرفه تاريخ البشرية رجل طغى وتمرد على الله سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى ادعى الربوبية رجل نعم بلا رحمة بلا إنسانية بلا عاطفة آسيا بنت مزاحم عايشة في بيت هذا الرجل وتعرف عقلية فرعون أيضا ولكن مع كل هذا يوم اللي أيقنت بأن لا إله إلا الله وأيقنت بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الوحيد الذي يستحق العبودية والخضوع والتذلل إنما يكون له يوم اللي فرعون علم بإيمانها وعلم نعم بخضوعها لله سبحانه وتعالى امرها بالركوع والخضوع له فقالت انا لا اسجد لغير الله. قالت ذلك وهي عالمة تماما بعقلية فرعون هي تعرف فرعون كيف يتعامل مع الذي نعم يجابهه او يعاديه او لم يخضع لتعليماته. القران الكريم يوم اللي يتحدث عن فرعون يقول وفرعون ذي الاوتاد. كان لما يبي يعذب يعذب بالاوتاد، والاوتاد هي نعم شبيهه بالمسامير ولكن تكون كبيره عاده يثبتون فيها الخيام. الاوتاد حديده كبيره تشبه المسمار ولكن تكون كبيره. القران الكريم يقول فرعون يوم اللي بيعذب يعذب بالاوتاد. كان يربط الشخص اللي بيعذبه ويجيب الاوتاد ونعم يدخلها في صدره وكذلك في سائر اعضاء جسد الشخص اللي بيعاقبه. فالقران الكريم يصور لنا هذا المشهد والان اتطرق اليه. اسيا وقفت امام هذا الرجل الذي تعرفه تماما وتعرف اساليبه في التعذيب وقالت له انا لا اسجد لغير الله. هددها فرعون حاول أن نعم يستولي على قلبها ويوغل الخوف فيه ولكن عجز ولذلك لما عجز عن نعم توغيل الخوف في قلب هذه الطاهرة ورأى بأنها مصرة على الإيمان والخضوع لله سبحانه وتعالى وعدم الاستسلام لنعم تهديدات فرعون قال لها إذا نعم أنا أعذبك فامر بربطها شوف القران الكريم الله اكبر ما اعظم موقف هذه المراه الطاهره شوف الذي يقول المراه لا دور لها في المجتمع الذي يعطل دور المراه شوف القران الكريم كيف يتحدث يقول ضرب الله مثلا المن للذين امنوا لكل مؤمن رجل او امراه ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون يعني الله جعلها قدوه لكل المؤمنين رجالا ونساء امراه لكنها تكون قدوه ونموذج اعلى للرجال وللنساء ليش الله عز وجل جعل هذه المراه مثال ونموذج اعلى للطاهرين للمؤمنين وللمؤمنات الله عز وجل ينقل والامام الصادق ايضا يوسع مضمون هذه الايه الكريمه يقول يوم اللي فرعون عجز عن نعم اذلال هذه المراه وعجز عن توغيل الخوف في قلبها امر بربطها ربطوها فامر بالاوتاد المسامير الكبيره جابوا الاوتاد فراح يدق الاوتاد في صدرها الله اكبر القران يصور هذا المعنى يقول يوم الوتد كان يدخل في صدر اسيا بنت مزاحم آسيه ما صرخت ما صاحت اخ صدري هذا الوتد مثلا يألمني وإنما الوتد كان يدخل في صدرها وهي تقول بكل هدوء تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنه هذا الموقف العظيم ان المرأه تكون هكذا الى هذه الدرجه ذائبه في حب الله سبحانه وتعالى القران الكريم يعظم مثل هذا الموقف ولهذا يجعل نعم مريم يجعل عفوا اسيا بنت مزاحم مثلا اعلى وقدوه لكل المؤمنين رجالا ونساء. والكلام في هذا الاطار طويل ولا اريد ان على كل حال اتشعب اكثر في هذا الجانب، فقط اتحدث ايضا في مثل اخر القران يذكره عن مريم حتى ان شاء الله اتهيا الى الحديث عن السيدة خديجة سلام الله عليها، النبي صلى الله عليه واله يقول ان الله عز وجل اختار من النساء اربعا، اولا اسيا بنت مزاحم تحدثنا عنها في هذه العجالة. ثانيا مريم بنت عمران والدة عيسى روح الله على نبينا واله افضل الصلاة والسلام. من هي مريم هذه العظيمة؟ هذه القديسة، هذه الطاهرة؟ ولماذا الله عز وجل اصطفاها واختارها وأعطاها كل هذه نعم الخصائص وجعلها مثلا أعلى للمؤمنين رجالا ونساء أنا باعتبار أبي ألخص الكلام والحديث ليس عن مريم ألخص القرآن الكريم في موردين يتحدث عن مريم ليش الله اصطفاها المريم؟ في آية الله عز وجل يقول: "وما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه"، يعني مريم سلام الله عليها، وأمه صديقة، وكلمة صديق كما تعلمون، كلمة صديق تطلق على الإنسان الذي وصل إلى أعلى درجات الإيمان. اللي يوصل الى اعلى درجات الايمان يسموه صديق، ولهذا فاطمه سلام الله عليها ما كانت صديقه، لان هي تجاوزت هذه المرحله، وصلت الى مرحله ما احد وصل في هذا الوجود وصل الى المرحله التي بلغتها فاطمه من النساء، ولهذا الامام الصادق يوم اللي يتحدث عنها ما يقول فاطمه صديقه، يقول هي الصديقه الكبرى، لان مريم صديقه ففاطمه سلام الله عليها اللي النبي الاعظم صلوات الله وسلامه عليه يبين بانها اعظم واشرف واقدس من مريم، ما ممكن تكون في نفس مستوى نعم مريم، مريم صديقه وصلت الى درجه جدا عاليه من الايمان، ولكن فاطمه الصديقه الكبرى لانها تجاوزت هذه المرحله التي بلغتها مريم صلوات الله عليها، المهم فأمه صديقة الله اصطفاها أولا أولا لهذا السبب وهذه دروس وعبر بين قوسين القرآن الكريم يذكرها لنا جميعا رجالا ونساء يبين بأن عملية الاصطفاء ما محصورة ترى بمريم فقط اليوم ممكن أي رجل وأي امرأة نعم يصيرون مثل مريم بنت عمران ويتعلمون من مريم بنت عمران وعندئذ الله عز وجل نعم يصطفيهم ويجعلهم قدوة للآخرين إن كانوا من الرجال أو من النساء فأولا الله عز وجل يقول إحنا اصطفينا مريم لأن فريم كانت صديقة لأنها وصلت أعلى درجات الإيمان ثانيا وهذا المعنى جدا مهم ولو وجدت هذه الصفة عندنا لاصطفانا الله سبحانه وتعالى أيضا لكن بشرط ان تكون هذه الصفه عندنا كما كانت عند مريم سلام الله عليها. الله عز وجل يبين بان مريم بنت عمران احنا اصطفيناها ليش؟ جعلناها قدوه للرجال وللنساء من المؤمنين ليش؟ الله يقول لانها احصنت فرجها. احصنت فرجها يعني شنو كلمه فرج في اللغه العربيه راجعوا القواميس لها معاني متعدده. من معاني كلمة فرج في اللغة العربية مقدم الشيء مقدم الشيء او مقدم الثوب يسموه شنو فرج في اللغة العربية طيب الله يقول أحصنت فرجها مريم سلام الله عليها ما تحتاج إلى شهادة من الله عز وجل هي أساسا معروفة بالطهارة صلوات الله عليها كانت طاهرة لكن أحصنت فرجها بعض المفسرين ذهبوا الى هذا الراي انه الله عز وجل بعدين لان في نهايه الايه يقول وجعلناها وابنها ايه للعالمين الله جعلها ايه للعالمين وضرب بها المثل وجعلها قدوه للمؤمنين والمؤمنات ليش لان هذه الصفه كانت موجوده عند مريم احصنت فرجها احصنت فرجها بهذا المعنى ان الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تظهر قرص الوجه أكثر من قرص الوجه بعد مو جائز للمرأة أن تظهره أمام الأجنبي القرآن يقول أحصنت فرجها يعني مريم بالغت في الحجاب أكثر من الحد الشرعي ما حد شاف من مريم على الإطلاق أحصنت فرجها معناته هذا أنه الله عز وجل أجاز للمرأة أن تخرج هذا المقدار فقط كف كفوا يدها أكثر من هذا مو جائز للمرأة أن نعم تظهره أمام الرجل الأجنبي، أحصنت فرجها يعني هذا معناته أنه مريم أكثر من هذا الحد الشرعي ما طلعته، ولهذا عندنا في الروايات أن مريم سلام الله عليها كانت تجيب حبل وتربط مقدم الثوب بالحبل، ليش؟ حتى تكون مبالغة في الالتزام بتعليمات السماء. فإذا الله عز وجل يبين من خلال القرآن الكريم بأنه اصطفى مريم، ليش؟ لأنها بالغت في الحجاب وبالغت في التزامها بتعليمات السماء ولهذا الله عز وجل أيضا عظم هذه المرأة واصطفاها واختارها وجعلها قدوة للنساء والرجال. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم اللي يبين بأن الله اصطفى أربعة من النساء يبين بان المراه الثالثه هي خديجه سلام الله عليها. لحديثنا في نعم آه هذه الساعه عن هذه القديسه الطاهره العظيمه. هذه المراه التي نعم نسبها يتصل بنسب رسول الله في قصي اللي هو جد النبي صلى الله عليه واله وجد السيده خديجه. وكذلك هي من بنات اسماعيل ابن ابراهيم خليل الرحمن وهذه المراه العظيمه التي ما سجدت لصنم قط ما كانت انسانه مشركه ولا كانت انسانه والعياذ بالله بعيده عن تعليمات السماء وانما كانت حنفيه يعني امراه خاضعه لله سبحانه وتعالى وكانت متمسكه بمله وشريعه ابراهيم على نبينا وعليه الاف التحيه والسلام. نعم فكانت امراه حنفيه ومؤمنه ومتدينه. ولهذا هذه المراه العظيمه الله عز وجل شرفها بهذا الشرف العظيم ان تكون اما لفاطمه سلام الله عليها. هذه المراه الطاهره اللي الله عز وجل اعطاها خصائص لا تعد ولا تحصى في الواقع، ومصادرنا الاسلاميه تحدثت كثيرا في الواقع عن قدسيه وعظمه هذه المراه اللي انا كنت اشوف بعض الروايات تبين هذا المعنى بانه جبرائيل وهو امين الله وهو الواسطه بين الله وبين الانبياء جبرائيل تعرفون لما ينزل الى الارض يعني عنده مهمه عنده مهمه لازم يبلغها للنبي الاعظم بعض الاحيان جبرائيل كان ينزل الى السماء ومهمة جبرائيل هي إبلاغ سلام الله عز وجل إلى خديجة جبرائيل ينزل من السماء حتى يقول للنبي يقول يا رسول الله الله عز وجل يسلم على خديجة شنو هذه المرأة العظيمة أنا في الواقع في هذه العجالة بشكل سريع أحب أذكر لكم بعض الروايات الموجزة والسريعة فقط حتى انا وانتم نتعرف على هذه الشخصيه العظيمه وثم بعد ذكر هذه الروايات اتحدث ان شاء الله تعالى عن قدسيتها وعظمتها ونعم موجز سريع عن انجازها ايضا، هذه المراه العظيمه كانت منجزه ومنتجه فنسلط الضوء بشكل سريع عن هذا الجانب. لكن شوفوا نعم بعض هذه الروايات بشكل سريع اللي هذه الروايات هي تحكي عن قدسيه هذه المراه وتخبرنا عن عظمه هذه الطاهره. نعم هنا في باب فضائل السيده خديجه سلام الله عليها مسلم في صحيحه ينقل نعم عن كلا عن كذا عن فلان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله طبعا واله مني يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجه بنت خويلد هي زوجة النبي صلى الله عليه واله وهي ام المؤمنين ولكن هي تختلف عن كل زوجات رسول الله يعني لا توجد زوجه في اطار زوجات النبي صلى الله عليه واله لها شرف كشرفها ولها قدسيه كقدسيتها وانما هي المراه العظيمه التي انفردت بهذه الخصائص الالهيه لاحظوا هذه الروايه ايضا يذكرها مسلم في كتاب الفضائل في باب فضائل السيده خديجه. شوفوا الروايه ارجع اكرر هي تحكي عن قدسيه وعظمه السيده خديجه. عن عائشه قالت: ما غرت على نساء النبي. وكلمه ما غرت الغيره تاتي من اين تاتي الغيره؟ الغيره تاتي عندما نعم الانسان يشعر بان فلانا نعم فيه صفه وهذه الصفه لا توجد فيه لما يرى اهتمام الاخرين بذلك الشخص ولا يرى مثل ذلك الاهتمام نعم من قبل اولئك بالنسبه له فاذا الغيره تبتدئ وتنطلق من هنا انه الانسان يرى بان هناك كمال الله عز وجل حصره في فلان وهذا الكمال ما موجود فيه ولهذا نعم القلوب والانظار تتوجه الى ذلك الكمال الموجود في ذلك الشخص فعائشه تقول ما غرت على نساء النبي الا على خديجه النبي صلى الله عليه واله عند اكثر من زوجه وعائشه تقول انا ما غرت من احد لا من ام سلمة ولا من زينب ولا من غيرها وانما غرت منه من 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 خديجه واني لم ادركها باقي نساء النبي انا شفتهم لكن خديجه انا ما شفتها ومع ذلك انا اغار منها شوف السيده خديجه ما موجوده ومع ذلك الغيره موجوده عند نعم زوجه النبي عائشه ليش خنشوف هذا جزء من 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 السبب عائشه تنقله هنا تقول قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني قد رزقت حبها كلمة إني قد رزقت حبها شوف السيدة خديجة شكثر عظيمة اللي النبي صلى الله عليه واله يعرف نعم ويتحدث عن حب خديجه بانه رزق الله عز وجل اعطاه اياه حب خديجه الله عز وجل زرعه في صدر رسول الله صلى الله عليه واله وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على قدسيه وعظمه السيده خديجه سلام الله عليها ايضا شوفوا النبي الاعظم كيف كان يعظم هذه المراه وكيف يراعي الجانب الاخلاقي، تعرفون بين قوسين شرعا في الشريعه المقدسه مو حرام اذا الرجل تزوج نعم اكثر من زوجه، يعني مسموح للرجل ان يتزوج اربعه. وهذا العمل شرعا مو حرام. ولكن في بعض الاحيان بين قوسين ايضا كما بعض الاخوات يسالون تجي امراه تقول مثلا نعم انا زوجي كان رجل معدوم مثلا. أنا ساعدته أنا وقفت معه أنا أعطيته أنا عملت كذا أنا صنعت كذا الآن بعد ما تحسنت أمور زوجي زوجي الآن راح تزوج علي هذا العمل حرام جائز ولا مو جائز الجواب هذا العمل شرعا جائز ولكن هذا العمل حرام أخلاقيا مخالف للذوق والأخلاق امرأة ناضلت وجاهدت ووقفت معك، فهل أخلاقيا صحيح بعد ما هي نعم جاهدت وصارت جسر حتى أنا أصل إلى الكمال حتى أصل إلى التفوق الآن بعد ما أنا وصلت إلى هذه المرحلة بسبب هذه المرأة الآن أجي ونعم أتزوج عليها فالمسألة شرعا ما فيها إشكال ولكن فيها إشكال شنو أخلاقيا؟ فالنبي الاعظم صلى الله عليه واله يراعي هذا الجانب الاخلاقي مع السيده خديجه سلام الله عليها. اضافه الى ذلك هو كان يحبها ولهذا ما يقدر ان ينظر الى امراه اخرى اخرى نعم وخديجه سلام الله عليها هذه المراه العظيمه عنده. فايضا في كتاب الفضائل الروايه عن فلان عن فلان عن عائشه قالت لم يتزوج النبي على خديجه حتى ماتت. يعني ما دام السيدة خديجة سلام الله عليها موجودة فإذا النبي صلى الله عليه واله لا يتزوج، ليش؟ لأنه يحب خديجة سلام الله عليها ويعظمها ويقدسها أيضا. أيضا هنا في صحيح البخاري عن عائشة تقول: "ما غرت على امرأة، الروايات تقريبا شبيهة لكن اكو بعض الأمور اللي فيها اختلاف" ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ليش من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياها تقول كثر ما كان يذكرها الآن السيدة خديجة ماتت في شعب أبي طالب طيب ماتت في شعب أبي طالب وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم رحيلة من الدنيا عاش تقريبا ثلاثة عشر سنة ثلاثة عشر سنة والنبي صلى الله عليه وآله في كل يوم يذكر خديجة ليش كان يذكر خديجة لأنه كان يحبها لأن كانت امرأة عظيمة النبي صلى الله عليه وآله ما عنده مجاملة مع أحد ما قاعد يجامل أحد وإنما يذكر خديجة لأن خديجة كانت تستحق الثناء خديجة كانت تستحق التعظيم والتكبير صلوات الله وسلامه عليها وايضا الان هناك روايات كثيره طبعا تكملت هذه الروايه نعم اذكرها من كثره ذكر رسول الله صلى الله عليه واله اياها قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين وامره ربه عز وجل او جبريل عليه السلام ان يبشرها يعني يبشر خديجه ببيت في الجنه من قصب يعني السيدة خديجة قد ضمنت الجنة وهي في الدنيا لا خوف عليها ولا حزن عليها بعد الموت وانما هي في الدنيا والله عز وجل بشرها بماذا؟ بشرها بالجنة واذكر هذه الرواية حتى نعم اختم هذا الحديث في هذا الاطار ايضا نعم عن ابي هريرة قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت، يعني خديجة في طريقها إليك، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، قل هم الله يسلم عليك، وهم جبرائيل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، شوفوا عظمة السيدة خديجة وهناك رواية واحدة فقط أيضا أذكرها حتى أختم الحديث في هذا الإطار. الرواية أيضا عن عائشة وأرجع أكرر شوفوا هذه الروايات تحكي في الواقع عن قدسية وعظمة السيدة خديجة ومكانتها عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر إذا ذكر خديجة لم يسأم من من الثناء عليها والاستغفار لها يستغفر لها ويذكر فضائلها ويذكر محاسنها ويذكر جهادها ونضالها في سبيل الله عائشة تقول فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة ما قدرت أتحمل أشوف النبي هكذا يتحدث عنه الخديجة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن في النتيجة أنا أصغر منها فالله عوضك أعطاك واحدة أصغر منها قالت شوفوا الدقة في الرواية طبعا الآن مثل هذه الروايات أيضا تحتاج إلى كلام هل فعلا نعم عائشة كانت أصغر سنا من السيدة خديجة في النتيجة هذه القضايا تاريخية وتحتاج الى معالجه، اكو روايات ايضا تبين خلاف ذلك على كل حال. فالروايات تحتاج الى دراسه وهي قضايا تاريخيه ارجع اكرر. فقالت لما ذكرت هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه واله قالت فرايت رسول الله غضب غضبا شديدا. عائشه ما قالت شيء للنبي صلى الله عليه واله، كل ما هنالك تقول انا قلت له لقد عوضك الله من كبيرة السن أعطاك يعني أعطاك عائشة عوض خديجة هذا المقدار مو كافي تقول فرأيت رسول الله غضب غضبا شديدا فسقطت في يدي فقلت اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك لم أعد بذكرها بسوء ما بقيت قالت فلما, رسول فلما رأى رسول الله ما لقيت قال كيف قلتي أنت شنو قلتي قلتي الله عز وجل عوضك أعطاك امرأة أخرى بدل خديجة والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس هذه الصفات اللي موجودة في خديجة وأنا حصلها عند امرأة أخرى لقد آمن والله والنبي هو الصادق المصدق ماكو حاجة يقسم والله لقد آمنت بي إذ كفر الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني اذ كذبني الناس ورزقت مني الولد حيث حرمتموه، ماكو وحده منكم الا ماريا نعم رزقت مني بالولد لكن هي رزقت مني بالولد هي جاءت نعم بفاطمه وهي نعم أمه الطاهر نعم صلوات الله وسلامه وان كان مات ولكن هي رزقت من رسول الله بالولد وكذلك ماري القبطية والنبي يقول حيث حرمتموه وأنتم حرمتم من هذه نعم النعمة الكبيرة ومن هذا الشرف العظيم إذا الروايات التي تبين لنا قدسية وعظمة هذه المرأة كثيرة الآن حتى الوقت اللي داهمنا أنا بشكل سريع في الواقع أسلط الضوء على بعض الأمور اللي ربما هي نعم تثير الجدل في الساحات العلمية أو في مجالس الإخوة الأعزاء هناك مسألة خلافية أنا أحب أسلط الضوء على هذه المسألة وهي مسألة عمر السيدة خديجة سلام الله عليها كم كان عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله هل كان عمرها أربعين هل كانت متزوجة كان عندها أولاد نعم مثل زينب وأم كلثوم ورقية كنا فعلا بنات السيدة خديجة ولا السيدة خديجة كانت صغيرة وكانت عذراء ولم تتزوج الا بجناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب اسلط الضوء بشكل سريع على هذه المسألة في الواقع هناك روايات كثيرة وانا اذكر الروايات الصحيحة في هذا الاطار حتى المشاهد الكريم نعم يتبين له هذا المعنى بأنه كثير من الكلام اللي موجود الآن في بطون الكتب في الواقع ما إلى واقع ما إلى واقع على الإطلاق أو على الأقل هو نعم محل خلاف المحققين هناك بعض الروايات تقول بأن عمر السيدة خديجة سلام الله عليها عند زواجها من رسول الله كان 25 سنة وهذا المعنى أنا أذكر لكم المصدر حتى اللي يحبون يراجعون ويتحققون بإمكانهم يراجعون هذا المعنى هذا الحديث انه السيدة خديجة كان عمرها 25 سنة عند الزواج صححه البيهقي في دلائل النبوة. البيهقي في دلائل النبوة قال هذا الحديث اللي يقول السيدة خديجة كان عمرها 25 سنة حديث صحيح. وهناك دراسات أخرى وأنا شخصيا أيضا اميل الى هذا الرأي انه كان عمرها الشريف عند زواجها من رسول الله 25 سنة، والنبي في ذلك اليوم اما كان عمره 25 او 21 او 28، البعض يقول كان عمره 21 سنة، ولهذا يقولون كان النبي اصغر من خديجة، مو كان عمر النبي 25 وخديجة عمرها 40، عمرها 25 والنبي كان عمره 21 وقيل 25 ايضا. هناك روايات اخرى تقول بان عمر السيده خديجه كان 28 سنه وهو الذي رجحه كثير من المؤرخين اللي يحب يراجع شذرات الذهب المجلد الاول صفحه 14 وكذلك الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحه 182 وفي كتاب تاريخ الخميس المجلد الاول صفحه 264 وهناك راي اخر يقول كان عمرها 30 سنه واللي يحب يراجع هذا المعنى يشوفه في السيره الحلبيه المجلد الاول صفحه 140 وهناك مصادر اخرى. اذا عمرها صلوات الله عليها الغالبيه يرجحون انه كان عمرها 28 سنه، انا شخصيا حسب دراساتي اميل الى الرأي الذي ذهب اليه البيهقي وصححه اللي كان عمرها 25 سنه. عمرها الشريف 25 سنه. وعاشت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم تقريبا 28 سنه لان عمرها الشريف اذا قلنا عمرها يوم الزواج 23 25 سنه فيكون كل عمرها الشريف السيده خديجه يوم اللي نعم غمضت عينيها الى الابد يكون عمرها الشريف 53 سنه 25 سنه منها قبل الزواج من رسول الله و28 سنه مضتها مع النبي صلى الله عليه واله. 28 سنه مضتها مع النبي صلى الله عليه واله، والان اتحدث عن زواجها بشكل سريع. كان عندها بنات واولاد، كانت متزوجه. هناك انا اذكر هذه القضيه اللي نعم المؤرخين ذكروها في كتبهم، اجمع عليها المسلمون، وان كان هناك بعض الاراء الشاذه في رايي. والمسلمون أجمعوا بأن السيدة خديجة سلام الله عليها لم تتزوج برجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله أساسا المرأة كانت مصطفاة في الحديث في صدر المجلس بينا هذا المعنى المرأة كانت مصطفاة ومختارة من قبل الله عز وجل الله اختارها لما النبي يقول الله اختارها يعني هي امرأة تختلف عن أي امرأة أخرى يعني هي منذ الولاده تكون منظوره من قبل الله الله كان يرعاها منذ الولاده فهي امراه استثنائيه مو امراه عاديه امراه تزوجت فقط وفقط برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه واله هذه الروايات روايات العامه والخاصه التي تبين لنا هذا المعنى تبين بان نعم ما بقي احد الا وخطب السيده خديجه والاشراف كلهم طرقوا بابها وخطبوها من خويلد والسيدة خديجة كانت ترفض تعلمون يوم اللي تزوجت من رسول الله نعم هجروها نساء قريش هجرنها لماذا هجرنها قالوا نعم قد تركت كل هؤلاء الأشراف الذين جاءوا وطرقوا بابها نعم لخطبتها وتزوجت بيتيم نعم عبد المطلب عبد الله تزوجت بمحمد الفقير الذي لا يمتلك شيئا من حطام الدنيا فإذا هذا وغير ذلك من الشواهد والروايات والأدلة التاريخية تدل على أن السيدة صلوات الله وسلامه عليها لم تتزوج برجل غير النبي صلى الله عليه وآله أما بالنسبة إلى رقية وزينب وأم كلثوم هذول في الواقع كنا بنات هالة في قضية تاريخية مفصلة تاريخ ذاكرها كنا بنات هالة ويوم اللي هاله مات زوجها انتقلت الى بيت خديجه سلام الله عليها وثم ماتت هاله ونعم السيده خديجه هي تكفلت بزينب وام كلثوم ورقيه بنات هاله ولما تزوجت من النبي صلى الله عليه واله النبي ما كان عنده مانع ان نعم يرعى زينب ورقيه وام كلثوم فهذول كنا ربيبات رسول الله مو بنات رسول الله صلى الله عليه واله التاريخ اللي راجع التاريخ بشكل صحيح يلاحظ انه النبي ما كان عنده بنت الا والا فاطمه فقط. وهي كانت زوجة امير المؤمنين وصهر رسول الله الوحيد هو فقط امير المؤمنين هذا اللي التاريخ يبينه والروايات تبينه. نعم وهو امر واضح على كل حال. طيب الان هناك مسائل اخرى في الواقع انا احب اسلط الضوء عليها بشكل سريع فقط. مسألة زواجها من النبي صلى الله عليه وآله تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمر في فترة من الفترات مو فقط النبي صلى الله عليه وآله كل قريش أكثر قريش كانت تعاني من الفقر والحرمان فاقترح اقترح اقتراح على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى خديجة وخديجة ذاك اليوم عندها تجارة واسعة تصوروا التاريخ يحدثنا أن السيدة خديجة سلام الله عليها نعم كان عدها أكثر من ثمانين ألف جمل يحملون بضاعتها في تجارتها فتجارتها ذاك اليوم ثمانين ألف جمل عدد جدا كبير والسيدة خديجة كانت من التجار مو فقط على صعيد مكة وإنما تجار من التجار الكبار على صعيد المنطقة كلها ولهذا الأشراف كانوا يخطبوها ويحبون أن يتقربون لها لانها كانت امراه عظيمه في الواقع، اقتصاديا قويه للغايه السيده خديجه، لكن مع كثره ثرائها ومع كثره هذه الاموال كانت امراه صالحه وطاهره وخيره. فاقترح على النبي صلى الله عليه واله ان يروح يعمل عند السيده خديجه. وبالخصوص النبي له مواصفات كثيره منها انه معروف في ذلك المجتمع الجاهلي بالصادق الامين. وعاده كما تعلمون التاجر حتى اليوم في الاسواق تلاحظ التاجر يبحث عن الرجل الامين. الان حتى اذا خبره في التجاره ما عنده يقول ما يخالف الخبره مساله اكتسابيه سيكتسبها ولكن المهم الامانه ان يكون امينا الرجل. فالنبي صلى الله عليه واله يوم اللي تقدم والسيده خديجه تعرف النبي حق المعرفه. السيدة خديجة تعرف انه هذا الرجل هو الشاب العظيم الذي يلقب بالصادق الامين. المجتمع الجاهلي ذاك اليوم يصدق رسول الله في كل شيء وياتمنه في كل شيء، رجل صادق وامين. السيدة خديجة وين تحصل رجل؟ نعم تسلم حلالها بيدها وهو الصادق الامين. المهم بسرعة وافقت ان نعم النبي صلى الله عليه واله وسلم يعمل عندها وما مو فقط وافقت أنه يكون عامل عندها وإنما جعلت النبي صلى الله عليه وآله المسؤول والمشرف العام والمدير ورئيس نعم هذه الهيئة التجارية التي نعم تسوق هذه التجارة إلى المدي إلى إلى الشام وإلى سائر المناطق الأخرى فجعلت النبي صلى الله عليه وآله المدير والمشرف العام على هذه الرحلة التجارية ثمانين ألف جمل وطبعا طلعوا مع النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من رجال بني هاشم منهم حمزة عم رسول الله وكذلك العباس عم رسول الله ومجموعة من بني هاشم طلعوا مع النبي لأن ما النبي يترك لوحده وبالخصوص أبو طالب سلام الله عليه كان يعرف بأن هذا الشاب له على كل حال مجد في المستقبل وبالتحديد بين قوسين قضية عبد الله والد النبي كشفت نعم الأستارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدرون أن عبد الله والد النبي هذه معلومة بين قوسين أذكرها لكم حتى تعرفون أن السيدة خديجة أيضا كانت تعرف من هو رسول الله عبد الله يوم اللي ولد كان هناك نور يسطع من جبينه وراجع منتهى الامال المجلد الاول للشيخ عباس القمي المحدث الكبير يتحدث عن المعاجز التي نعم ظهرت مع ولاده عبد الله وهناك الكثير من العلماء ومن الاحبار والقسيسين علموا بولاده والد نبي اخر الزمان يعني مو فقط النبي كان له علامات بل حتى عبد الله كان له علامات منها انه فارق التنور والدم الذي ظهر على قميص يحيى بن زكريا اللي كانوا يحتفظون فيه القسيسين والاحبار وغير ذلك من العلامات فكان النور يظهر ويسطع من جبين عبد الله والد النبي الى ان يقول الراوي اذا دخل الى مكان هندس والهندس هو مكان شديد الظلمه كان يضيء ذلك المكان بواسطه النور الذي يظهر من جبينه فعبد الله كان إلى نعم مواصفات كثيرة وكان عزيز عند الجميع يقول الراوي إذا جلس على الأرض الأرض كانت تسلم عليه تقول له السلام عليك يا حامل نور محمد وإذا جلس عند شجرة ميتة كانت تختل... نعم تخضر ببركة عبد الله وببركة النور الذي كان يحمله وهو نور رسول الله ولهذا يقول الراوي شايفين إلى اليوم بالخصوص العرب إلى اليوم هذه العادة موجودة عند العرب أنه عيب نعم الأب يروح يخطب رجل لبنته لكن مع الرغم هذه العملية عيب عند العرب لكن في ذاك اليوم ذيك العقليات في زمان الجاهلية الرجال كانوا يذهبون إلى عبد المطلب ويخطبون عبد الله لبناتهم الكل يتشرف أن شنو أن بنته تكون زوجة عبد الله لأن عرفوا بأن عبد الله يحمل في صلبه نبي اخر الزمان أو يحمل في صلبه رجل سيغير حركة التاريخ ولهذا التاريخ يحدثنا يوم اللي تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب والدة النبي الاعظم صلى الله عليه واله في ذلك اليوم في يوم زواج عبد الله ماتت اكثر من ما أتى امرأة حسرةً ميتين امرأة ماتوا من الحسرة ليش؟ لأن هذا الشرف العظيم قد ذهب عنهم المرأة كانت تتمنى وتتشرف أن تكون زوجة لعبد الله فتصور هذا المعنى كان موجود في ذاكرة الجميع والسيدة خديجة تعرف بأن هذا هو ابن عبد الله اليوم اللي تزوج من امنه ما اتى امراه ماتوا حسره فتعرف هذا الولد هذا الشاب له نعم مجد وشرف عظيم لكن ذاك اليوم يوم اللي إجا عمل عدها هي ما تدري هذا نبي اخر الزمان لكن تدري هذا رجل عظيم وهذا يغير التاريخ في المستقبل فبعثته نعم مع تلك الرحله وبعثت مع رسول الله خادم مقرب لها تعتمد عليه اسمه ميسرة قالت له أنت عملك أن تراقب النبي تراقب محمد بن عبد الله وتنقل لي هذه الصورة بالكامل لما تأتي راحت هذه القافلة وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام طويل معاجز حصلت في هذه الرحلة من المعاجز مثلا تدرون أبو جهل كان في رحلة تجارية وكان سبق قد سبق النبي بقليل بأيام فقط فلما علم بأن النبي أيضا قادم من منذ الصغر كان يكره النبي صلى الله عليه وآله ففي رواية عندنا أنه جاب نعم الحصى والجوس ورماه في بئر وتعرفون ذاك اليوم احتياج الناس إلى الماء يعني هذا البئر هم ماشيين أكثر من أسبوع ماخذين معاهم ماء أو عشرة أيام وطريقهم في طريق هذا البئر فهم معتمدين على البئر إذا هذا البئر نعم ناشف أو ما في ماء يعني هذه القافلة كلها تتعرض للموت فأبو جهل نعم عب هذا البئر بالحصى والحجر والجص وصلت القافلة شافوا نعم أبو جهل مطم قد نعم طم هذه هذا البئر احتاروا ماذا نصنع جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع كفه الطاهر هكذا على الارض وفتح بين يعني جعل هذه الفسحه بين اصابع يديه واذا بلحظات القوم نظروا الماء راح ينبت ويخرج من بين اصابع النبي صلى الله عليه واله كثر الماء الى ان جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه واله قال له امسك يا ابن اخي فان الحلال سيغرق خلاص اذا انت نعم تمسك ايدك هكذا على الارض فهذا الماء يرتفع حتى يغرق شنو؟ كل هذه البضائع اللي احنا حامليها معنا فامسك رسول الله صلى الله عليه واله. كذلك قصه النبي مع الراهب الذي التقى به في وسط الطريق وميسره كان يشوف وكيف هذا الراهب اوصى نعم بني هاشم منهم العباس وحمزه بان هذا الرجل له شان عظيم وكذلك في الشام الطريق والاسلوب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه واله وشلون كانت التجاره تجاره مربحه وقصه ذلك الرجل اليهودي العالم اللي كان قارئ التاريخ اجى الى السوق ونظر الى رسول الله فشاف مواصفات النبي نبي اخر الزمان موجوده في هذا الرجل واستدرج النبي الى محلته وقد اتفق مع الناس على قتله وأرادوا قتل النبي فتدخل بنو هاشم منهم العباس وحمزه عم رسول الله وانقذوا النبي، هذه الصور باختصار الوقت الضيق، انا اختصر هذه الصور كلها ميسره نقلها الى السيده خديجه. شاب عمره 21 او 25 سنه، كل هذه المعاجز ظهرت من هذا الشاب، السيده خديجه في الواقع تاملت في الموضوع. عجيب اذا هذا الشاب مو شاب عادي. هذا الشاب مو فقط مجرد صادق وامين هذا الشاب يحمل مواصفات تدل على انه نبيه تدل على انه مصطفى من قبل الله منظور من قبل الله سبحانه وتعالى ولهذا بينما هي هكذا تفكر في امر رسول الله انطوت الايام وتعرفون مجلس السيده خديجه سلام الله عليه كان مجلس حافل شخصيات كبيره يجون يطلبون المعونه منها او ياتون لزيارتها فجاء رجل من الأحبار أحبار اليهود وكان عالم كبير أي القضية اللي المؤرخين يذكرونها جالس في مجلس السيدة خديجة وإذا بالنبي يمر من أمام ديوان خديجة وإذا بهذا الرجل اليهودي ينشد إلى رسول الله وقال لخديجة هل لك أن نعم هل لأحد غلمانك أن ينادي هذا الشاب فبعثت ميسرة ونادى النبي صلى الله عليه واله جاء النبي فهذا الرجل اليهودي قام ونظر الى وجه رسول الله بشكل جيد قال له خلاص اذهب ايها الشاب ثم نظر الى خديجه قال لقد نعم وجدت تلك الصفات التي قراتها في كتبنا صفات نبي اخر الزمان وجدتها في هذا الشاب ثم نعم قال لها: اياك ان يفوتك هذا الشاب. يعني دير بالك هذا الشاب يروح من ايدك. انت نعم تستاهلين مثل هذا الشاب. وفي بعض الاخبار انه نعم بشرها بانه سيكون زوجك. هنا النظره تغيرت، نظره السيده خديجه تغيرت الى النبي صلى الله عليه واله، حبها كان شريفا وصادقا. احبته لا لان النبي صلى الله عليه واله جميل والنبي كان جميل للغايه وما احبت النبي لانه من بني هاشم فقط وانما هي ايضا كانت نعم كان نسبها شريف ولكن حبها للنبي صلى الله عليه واله كان وراءه ماذا وراءه دوافع معنويه فحبت النبي لانها علمت بانه نبي اخر الزمان لانه الرجل المصلح الذي يغير واقع التاريخ البشري في الواقع فاحبت النبي باخلاص ولهذا هي خططت لزواجها من النبي صلى الله عليه واله وسلم فنعم هي نعم بعثت على النبي وعرضت نفسها عليه قالت له نعم انا اعرض نفسي واريد الزواج منك والنبي صلى الله عليه واله وافق وعرض القضيه على اعمامه وبالتحديد على ابي طالب عليه السلام وذهب ابو طالب واعمام النبي صلى الله عليه واله وسلم لخطبه السيده خديجه ذهبوا عند خويلد نعم والد السيده خديجه وكانت هناك الخطبه اللي ابو طالب عليه السلام خطب السيدة خديجة بهذه الكلمات الحمد لرب هذا البيت اللي طبعا هذه الكلمات أيضا تدل على إيمان أبي طالب عليه السلام وعلى إيمانه بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه وان ابن اخي هذا ممن لا يوزن برجل نعم من قريش الا رجح به ولا يقاس به رجل الا عظم عنه ولا عدل له في الخلق وان كان مقلا في المال فان المال رفد جار وظل زائل وله في خديجه رغبه وقد جئناك لنخطبها اليك برضاها وامرها والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله واجله عندنا في الخبر أن السيدة خديجة بعثت بأربعة آلاف درهم إلى العباس عليه السلام عم النبي وكسوة أيضا وقالت له نعم تلبس هذه الكسوة تجعلها على نعم متن والدي وتدفع لهذا المهر يعني المهر أنا أدفعه أنا خطبت النبي الأعظم فلما جاء العباس أعطى الكسوة لخ... لنعم خويلد وأعطى المهر اللي هو أربعة آلاف درهم السيدة خديجة ماذا صنعت اخذت الكيس اللي فيه أربعة آلاف درهم والمال مالها وأمرت عمها ورقة قالت له خذ هذه الأموال وإعطها للنبي صلى الله عليه وآله وأمرته أيضا أن يقف بين الناس ويقول هذه الكلمات اسمعوا بشكل جيد أيها المشاهدون الأعزاء فخويلد عفوا ورقة عمه السيدة خديجة أرجع المال إلى النبي صلى الله عليه وآله ووقف في وسط الناس وقال إن خديجة تقول وإشهدوا على ذلك إن خديجة تقول أنا وممتلكاتي وعبيدي وهداياي ملك رسول الله صلى الله عليه واله